بنكهة عربية خالصة انطلق المعرض العربي الدولي في طبعته الأولى من ولاية تيارت، التي احتضنت الأشقاء بألوان عربية امتزجت فيها كل المقومات التي ارتقى بها الفن الجزائري والعربي. نتشرف بهذه الدعوة ممثلا باسم فلسطين، وهذا شرف لنا الحضور في هذا الملتقى، طبعا مشارك بثلاث أعمال فنية. سعدت بوجودي في ولاية تيارت، شكرا على رحابة صدقكم واستقبالكم الرائع. حاسة نفسي وكأني فعلا في بيتي، بلدي الثاني. مشاركتي سعيدة بها جدا. هذه الملتقيات أنا حريص حقيقة على التواجد فيها، لأن لها عدة أهداف. أهم هدف بالنسبة لي أنا التقارب الذي يجمعنا نحن كعرب ومسلمين. الفن إحدى وسائل التجمع، ولنا هوية واحدة ولغة واحدة وهدف واحد. يعني فرحانين الحمد لله بالأجواء هذه، ونتمنى وإن شاء الله ينجح هذا الملتقى، وإن شاء الله نشاركوا في إن شاء الله ما أعرف يعني ملتقيات ثانية إن شاء الله. ولهذا يوريك باللي الجزائر راه عندها كما نقولوا مقامة كبيرة، وعدها إن شاء الله إحنا مدبينا إن شاء الله تولي كما نقولوا أكثر من هذا الشيء. إن شاء الله إحنا نتمنوا باللي إن شاء الله يجونا كاع الفنانين اللي عبر الدول العربية. هي طبعة يراد لها أن تتكرر وتتحسن إلى الأفضل، لتجمع التقاليد والعادات العربية في قالب جزائري هذه المرة. وهذه مبادرة طيبة طبعا ما كاش حاجة كما لله. في بعض النقائص على كل حال، خاطر إن شاء الله نقولهم المعنيين، إذا كان عطونا فرصة نتكلم المعنيين ونعطوهم يعني بعض يعني حتى نشجعوهم، حتى خاطر أخرى تكون مبادرة أخرى تكون أحسن من هذه. فيه احتكاك، فيه أنا نسميه كتوأمة، نشوفوا الحضارات اللي موجودة عندهم في الدول العربية ما بين في الجزائر. إبراز الثقافة الجزائرية بالأخص، والموروث الثقافي والتعريف بالموروث الثقافي الشعبي، الموروث الثقافي الشعبي الجزائري، وكذلك احتكاك الفنانين التشكيليين الجزائريين بالعالم الخارجي، بالفن التشكيلي الخارجي. آلام الشعب الفلسطيني بغزة كانت حاضرة بهذا المعرض، والتي ارتسمت وامتزجت على محيا فنانيها بين الآلام والآمال.